من شلون ما خلي حدا يسبب ثانيا من شلون تنباع معنا الارض، فهمتي؟ لا ما فهمت، ليش شو خص هاي بهاي؟ ليش امتى كنتي تفهمي؟ خيو انا ما بفهم، هدول شو بدنا نعمل فيهم؟ بدنا نشكهم فوق، بدنا نشكهم فوق. احملي لك تنتين ثلاثة واطلعي معي يلا. طيب حركة يلا يلا بسرعة بسرعة يلا روح. طيبين تعاو دهنوا تعاو دهنوا يلا يلا خلصونا نستفيد من هالشيء. اخ والله لو بضل بشرح لك من هلا لبكره الصبح ما راح تفهمي علي شيء، لذلك ما بقى تحكي، فهمتي؟ يلا خلينا نمشي. لوين؟ لك على ارض عادل بدنا نشك لنا شيء تنتين، يلا الحركه. طيب. اوكي. يلا. هاي خلصنا من عودك. من سفيان سفيان صالح. هاي هاي خلصنا من سويلح الختيار. ما صفي غير اصلا قطع وش بوقت. على بواه يا عفو فياكلوا الضبع كلياته لحتى ما يضل بهالضيعة غير انا وقتي. هلا بدك كل العالم تموت ونضل انا وياك، شو حارش بدي ساوي فيك لحالنا؟ او لا شبك يعني هلا اكلن الضبع. احسن مانك عم تتشاطر وتدعي، روح اطلع اشتغل بارضك بركي بتنباع معك، بجوز ابوي اذا صار معك مصاري يوافق يجوزنا. عفوفه اذا بتريدي هذا الموضوع ما بتدخلي فيه بتاتا، ارضي انا ما فريت فيها، ما حررنا هم الاقطاعيه حتى نبيع على البرجوازيه، فهمانه؟ يا لطيف يلي بيسمعك عم تحكي بيقول عم تشتغل فيها ليل مع نهار، انت ما بتقرب علي ابدا. اولو بكره باخذ البكالوريا، بسجل بالجامعه، بتخرج، بتوظف، بصير معي مصروف، بعمل فيها احلى مشروع. اعيش يا قديش اذا بتعيش. ودخلك هلا اذا توظفت بصير معك مصاري. باخذ قرض. قرض؟ نعيش على القروضه نحن. لك لك شباك شباك التتوني ما فيك شيء. وينك هلا؟ شوف اذا شافوا هالعلامات كلها باراضيهم ما راح يشكوا فينا. ايه والله مضبوط. شو نسوي يعني؟ لازم نعملنا اثنين بارضنا. يلا انا اشيل لك شباك. ولا ما بعيونك شو تشتوي؟ لك اسعد جوده شباك. لك ليكو هاي كمان شو مكتوب علي؟ جن اراف البرته. لك هادي فين ايجار الربته؟ شكوز لا مكتوب انجراق بالتكة. هلا ما كل ما شفنا شغله بدنا نقعد نهجيها. يلا ورانا شغل. يلا مش تعال. اي علي ما فهماني شيء. بعمرك ما فهمت شيء. انت خلصينا.